فين هما ولادها؟ فين؟ شو مسكينه كدور عليا؟ شوف 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 شو مسكينه كي كدير لي؟ شو مسكينه؟ سبحان الله ما عرفت انا شنو عندي مع المشاش، قسما بالله اخوت شي حاجه هاي ما كنعرفها، ما كتعرفني، لقيتها عند مول هري. شوف سبحان الله العظيم، شو كي كدير فيا؟ شوف سبحان الله العظيم، سبحان الله سبحان الله. امتاش ولدت اسماعيل؟ فين هما ولادها؟ فين عندك؟ وريهم لي عافاك. اه سبحان الله مسكينه مازال، قلتي السيمانه هذه باش ولدات؟ وشوف سبحان الله العظيم. دابا هذه اللي بغى يديها ويدير فيها شي حاجه خصو يديها هي ولادها. ما يمكنش تديها بوحدها وتخلي ولا تدي الولاد وتخليها. لا ما نعرفو ليها. شتي المشكله؟ ايوا مبروك هذا الروا اسماعيل. راه شوف راني كنصور ولكن ما شديتكش. بصح بصح اسماعيل تبارك الله عليك. شتي بنادم بنادم اللي ما كيكونش عنده الحساسيه قال لك مسكينين شدوا في الكاميرا. وشوف لك الطيبوبه ديال الناس، شي وحدين كتكوني شاد التليفون كتكون دايزي كتصور راسك، تيحسب لهم كتصور فيهم كيدوروا فيك وانت راك تتصور في راسك. شو مسكينه، شو مينوشا شحال زوينه سبحان الله العظيم، تتحمق بالزين. شو العينين خضر. هاي الرين هاي الرين هاد الثلاث حوايج الرين. هادي قال لك اخوتي عاد ولدت هادي اسبوع، ودابا بنادم واخا يديها حرام يخلي عاوتاني ولادها، تدي ولادها وتخليها هي كيف ما درتي حرتي. وحق الله العظيم سعدات لي مقدر الله ويقدر المشاش زعما يكون عنده شي مقر فين يديرهم شي مأوى. والله الا سعدات وحق الله سعدات، ولكن الغالب الله الغالب الله ما كاينه قدره خوت. يا الله وحي حد ولا جوج نقد بيهم ما نكذبش عليكم، لان مسؤوليتهم راه بحال اكثر من بنادم معاك في الدار. النقيه ديالهم تخمم لهم الماكله ماشي تميك عليهم، تنظف لهم تنقي البلاصه ديالهم تشري لهم، فهمتيني؟ هذا هو المشكل. ما زعما والله الا برزقهم حق الله كيدخلوا عليك للدار كتفيض الخميره من عند الله. ولكن بنيتي ما لقيت لها جهد، اسماعيل ما لقيت لها جهد، ما لقيت لها جهد اخويا. ما كرهتش نديها وحق الله، ولادها الصغيرين حرام كترضع فيهم وتديها للدار ما جاتش. اما هي زعما بوحدها ماشي مشكل. شو مسكينه ناس غزاله غزاله كتحمق تبارك الله. انت زعما الحمد لله ما مريضه ما والو تبارك الله زعما صحيحه الامان. نديك معايا نديك معايا للدار، خرجتي تمشى شويه خوتي بهاد الهواء هذا زوين عجبني هاد الصباح ديال الشتي ويجعلها مباركه مسعوده على الامه كلها. هي دزت في هاد المحل ديال طبقات نقد من عنده شي مسائل، وهاد المشيشه جات كدور عليا. ها هي دابا جات قبالتي وداسه كتشوف فيا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ليكم الله تعالى يا هاد المشاش ديال الشوارع فيهم سبحان الله العظيم زوينين 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 وحق الله. دابا هادي تديها وتنقيها وتدوش ليها ودير لها الشجوار تولي كتحمق. ها ايوا بنيتي ما لقيت لك جهد، الجهد الى جهد الله هذا ما كان. جالسه مسكينه كتشوف على الله وعسى.
والحمد لله على كل حال اخوتي. الحمد لله هذيك الخصة هي ديك اخوتي الخصة، الخصة جات ليها. كاين الشنطة، كاين هذا مول المحل ديال الهري. لا لا خطي النظافة اسماعيل، النظافة من الإيمان. تبارك الله عليك. الحمد لله على هاد الشتيوة، الحمد لله. إيوا خوتي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء إن شاء الله يا ربي.